اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من حسم صفقته الصيفية الأولى استعدادا للموسم الرياضي الجديد. وركزت الإدارة الاتحادية في الأسابيع القليلة الماضية على سداد الديون للحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل الصفقات الجديدة في الصيف الحالي. ووفقا لصحيفة الأندية، اتفق مسؤولو الاتحاد بشكل مبدئي مع مجلس إدارة نادي الاتفاق للتعاقد مع المهاجم هزاع الهزاع، ويضع الناديان حاليا الرتوش الأخيرة قبل الإعلان رسميا عن انتقال الهزاع البالغ من العمر 29 سنة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. وهزاع الهزاع صفقة الاتحاد الجديدة، لاعب دولي سابق في منتخب السعودية الأول لكرة القدم من مواليد أغسطس 1991، حيث بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتفاق. وأعار الاتفاق هزاع الهزاع إلى الخليج في يناير 2014 ولمدة 6 أشهر فقط، حيث شارك في 4 مباريات سجل خلالها 3 أهداف. كما قام الاتفاق بإعارة مهاجمه إلى نادي الصفا في عام 2015، والذي سجل معه 6 أهداف في 11 مباراة رسمية. وطوال مسيرته الكروية لعب الهزاع 111 مباراة رسمية سجل خلالها 35 هدفا وصنع 7 آخرين. وعلى المستوى الدولي، مثل نجم الاتفاق الحالي منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 3 مباريات رسمية سجل خلالها 1 هدفا. دمر النادي الأهلي مخطط مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر في الميركاتو الصيفي الحالي. والنصر أعلن في وقت سابق التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي جوانزو الصيني، بالإضافة للمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي. ووفقا لصحيفة الأندية، توصل مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لاتفاق مع محمد الفتي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده. والفتيل انتهى عقده مع الأهلي في 30 من يونيو من عام 2021، وذلك بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ورفض مدافع الأهلي في وقت سابق عرض الإدارة الأول، حيث اشترط مبلغا لا يقل عن 5 ملايين ريال راتبا سنويا من أجل البقاء مع الفريق وعدم الرحيل إلى النصر. ومن ناحيته، تقدم العالمي بعرض مالي يقدر بقيمة 5,500,000 ريال في السنة إلى محمد الفتيل للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة في ظل الرغبة لتدعيم الخط الخلفي بداية من الموسم الرياضي الجديد. وكل الأنباء كانت تشير إلى أن الفتيل في الطريق للانضمام إلى النصر، قبل أن تخرج الأندية بخبر اتفاق اللاعب على التجديد مع الأهلي. وغير بعيد عن العالمي، كشف الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عن مفاجأة مدوية بشأن صفقة انتقال الدولي المغربي نور الدين أمرابط من النصر إلى الأهلي. وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة أمرابط عقب رحيله عن النصر بعد انتهاء عقده دون التوصل لاتفاق مع الإدارة على تجديد عقده. وفي رد على أحد المتابعين، قال العتيبي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر إنه بالنسبة للاعب أمرابط فحتى الآن خارج حسابات الأهلي. أمرابط حقق أيضا خلال هذه السنوات الثلاث مع النصر لقب دوري المحترفين مرة والسوبر المحلي مرتين. لا يزال الغموض يحيط بمستقبل النجم الإيطالي الكبير سيباستيان جيوفينكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. وجيوفينكو البالغ من العمر 34 سنة انضم إلى الهلال في يناير من عام 2019، حيث سجل 16 هدفا وصنع 19 آخرين مع الفريق الأول لكرة القدم في 83 مباراة رسمية. وترددت أنباء عديدة برغم
رغبة النجم الإيطالي في الرحيل عن الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي والذهاب إلى الدوري الأمريكي من جديد أو العودة لبلاده. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح عن أزمة خطيرة بين جيوفينكو ومجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل. وأعلن الفريح في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر أن جيوفينكو طلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من إدارة الهلال. ووفقا لبعض التقارير فإن النجم الإيطالي قد يصعد الأمر ويقدم شكوى ضد الهلال من أجل الحصول على هذه المستحقات، خاصة في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم. وتساءل الإعلامي الرياضي عن كيفية حصول الهلال على شهادة الكفاءة المالية وإعلانه سداد جميع ديونه في ظل مطالبات اللاعب الإيطالي بمستحقاته. جدير بالذكر أن الهلال أعلن في وقت سابق حصوله على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي بعد سداده جميع ديونه. وفي نفس السياق نشر أندري كاتولي وكيل أعمال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال صورة تسببت في حالة من الغموض بشأن مستقبل النملة الدرية رفقة الزعيم. وظهر جيوفينكو ووكيل أعماله في صورة عبر حساب الأخير بموقع انستغرام حملت العديد من التعبيرات التي أثارت الغموض وفسرتها الجماهير بحسم رحيله وانتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية خلال الانتقالات الصيفية. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.